المغربي واي قتلهم 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 500 مرة عاودت الفيديو هذا ما كرهتش منه. نسييها التيرة دي هات شوف بالو هات. يبدأ الحلم لينتشر عبر الوطن العربي. الآن حان الوقت لأخرج البليلي الذي بداخلي. استعداد المغربي البليلي. يا إلهي إن الكرة متجهة نحو الفشار الأب. الله يبارك الحاج والله ما كنت عارفك بلي غارديا كيما هكا وقالك حاج بلي غارديا تاع المغرب اكبر رئيس الحاج مبولي مش تفرج بصح الحاج راك لابس تريكو يا مصبور نهاو الشاليه على الحاج ناهي ناهي التريكو تاعي تريكو تاعك الحاج تاع نورمالمون تلبس قميص المنتخب الوطني هذاك التريكو تاعي ما تلبسليش روح الوطنيه راهي في التريكو هذاك هذاك كي نربحو نخرجو نديفيلي به ما خطبوك الحاج انا وانت ما نتفهموش كاع اليوم تسيبورتي قطر انت وانا سيبورتي ليكيب ناسيونال الحاج انا نسيبورتي لا لا الحاج لا لا الحاج انا ما سيبورتيش قطر الحاج شوف كيما يقول لك بويك تسيبورتي ما تجيش معايا الهضره فوتشو منا صح نشخ جماهير جزائريه من خلال واحد اثنان ثلاثة عشت قطر واحد اثنان ثلاثة قطر قطر واحد اثنان قطر سنهزمكم يا عدل قطر بركة الله شاهد بغل لك تسيبورتي في قطر ربك شو بيدي بيتقتلني سيبورتي هزبر فاهم روعك الحاج يا سيبورتي قطر يا سيبورتي تزير سيبورتي يوم فيزوج صح الحاج هات شو روح نشري تريكو بتاني كيب ناسيون والفيزوج سيبورتي تزير شعلي دير ده تريكو شعلي مش غالي بزاف تريكو هذا الحاج 35 مليون برك ولا 35 مليون وراح تشري تريكو ولا راح تشري مهرز صح تتريك والهج يضرب ضروك نقول لك روح الوطنية مصباح ما يراد ندخل البنك ندخل نلعب انا الو بالماضي شوف عيط البقرة قولوا الحاج راه واجد يعني باين ندخل الماركي هاي في قريب الماركي هاتريك اسمح لي اسمح لي بالماضي ولدي قال لي كلام السوق شفت والله زلدت لي يا حاج والله ما كنت باين نقولها قول لي كلام بالدار ربي ارجع بغيت تقتلو الو وي الحاج اخو وجد الله فينالو وجد الكأس هاني جاي نديه هيا تجيب المسدس وروح